قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأربعاء منصة للصواريخ البالستية في منطقة الكسارة بضلع حمدان شمال غربي صنعاء. وأوضح مصدر أن مقاتلات التحالف قصفت منصة للصواريخ البالستية في منطقة الكسارة التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى منطقة عسكرية مغلقة. وأشار إلى أن المنطقة تحتوي على مخازن للصواريخ وتجاويف جبلية تستخدم لإخفاء المنصات الصاروخية.